السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. احنا اليوم متفقين ننزل مالات المنفذ، لكن جني علوازيات، فقلت يابا اليوم خلينا ننزل علوازيات، ليش يوم ورا يوم مال المنفذ؟ فمال المنفذ راح اجلهم على باكر ان شاء الله، واليوم نزلت لكم العلوازيات ما دام ابو حيدر جابهن والطيور بعدها حاره نزلناهن. هذني عندي اربعه، بس الاربعه شيء احلى من شيء، كل طير لسانه مختلف عن اخوه، مو نفس اللغه يقرون، والطيور صورة وصوت، ما بيهن طير ناعم، ما بيهن طير ما مكمل، كلهن مكملات الريش مالتهن، كلهن خشنات، صحة فول ما شاء الله. الحناجر واللسانات فالشي ما مطروق، يعني مكان جديد جايب لنا ابو حيدر، قال شوفوا هذا النموذج، شي كلش راقي، اوكي؟ هسه ذني أربعة فقط عندي، هذا الأول، ضاع الخشونة مالته، ضاع الأول، وهذا الثاني، شوف، نفس القصة، كلهن نفس الخشونة، وكل ريش كامل، ما بيهن ولا طير بيأملح. شوف، وهذا الرابع، هذا الرابع أصغرهم بالعمر، مو أصغرهم بالجسم، أصغرهم بالعمر. ها هاي طيور، وهسه راح ينزل المقطع مالتهن، وتحياتنا لكم.